خروف المجنون ما عندكش الدواء، ما عندوش الدواء، خصك حاشالو جوه تذبحو تلوحو الكلاب ياكلو. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. اخوان السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. احنا مازالين متواجدين في سوق خميس تيم حضيت بتاريخ 20/10/2022. من الاخوان لقيت بعض لي كومونتير، بعض الاخوان تيسولوا على حساب خروف المجنون ني واش عنده شي حل ما عندوش. اللهم يسر الله يسخر الجميع. هنا الاخوان هاد البلاصه هادي هنا كانوا الناس اللي تيديو الخرفان الخروفات والنعاج مجنوني، هنا في كانوا مغطين كل شيء تيجمعوه. هنا كاين هاد الخروف هذا هنا عور. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. هاني يا سيدي لاباس بخير؟ هذا عور داك خروف عور عور الله يسخر. هذا ما عندوش ما عندو حل دابا، هذا خصو يعرف اللي ما عرفش دابا هذا شكون غادي يديه، اللي عاد يعني اللي يعرف الشعير غالي باش تعلفو غالي. راه هي القليله خصك واحد 3 شهور بعدها باش يسمن. فاش يسمن غادي يديه للزار، وما هذا في العيد ما خدامش دابا بحال هكا. ما خدامش العيب. السبابة ما عندو والو، ما عندو والو، ما بقالوش المعاش غالي. السبابة هو اللي تيبيع ويشري، هو اللي تيبيع ويشري يحتاج مع راسو يمشي بحالو. إلا شاط ليه دابا غير شي سلعة شاط له 10 دراهم ولا 5 دراهم ما قال حد لحد. قول لي حنا غير بالشتاء. امين. بالنسبه دابا للخروف المجنون، الخروف المجنون ما عندكش الدواء، ما عندوش الدواء، خصك حاشالو جوه تذبحو تلوحو الكلاب ياكلو. ذبحو تلوحو الكلاب. العلمة تاعو ما غاديش يعرف الا كان ضعيف. اللي كان ضعيف والو، اللي كان ما فيه ما يتكل، ما فيه ما يتكل. اللي كان سمير غادي يديه للزار، يديه للزار. شي دواء زعما، شي دواء المجنون ولا ما عندوش دواء؟ ما عندو دواء زعما، تقول تربطو وتسمنو يطلع ولا ما يطلعش؟ لا ما يطلع والو، ما يطلعش، ما عندو دواء. خصو هي اللي كاين السمين ديال الزال، اللي ما سميش ذبحو عطيه الكلاب ياكلو ياكلو يا في سبيل الله. رفع الله ديال ايوا كل شيء الله لا يخطيك. الله يرحم الوالدين، الله يحفظك. هذه ديتي هاد الذبحه هذه اش دايره في السن؟ سداسيه سداسية سمينة تبارك الله. سمينة سمينة. من تتقلب العنزي منين؟ تتقلبها سيدي من العرق هنا، من العنقرة. تكتب واحد فولة سمين، اللي ما لقيتيش واحد فولة لا تتكون في العرق ما تتقلب على الكرة تما. واحد فولة، الفولة إذا كانت الفولة راه سمينة. سمين اللي ما كايناش ما سميناش، إذا ما كايناش ما سميناش. أوك إن شاء الله. الله لا يخطيك. الله شكرا. الله يرحم الوالدين. هم الإخوان الاخ كساب الله يسخر ليه عطانا فكره على المجنون. هاد الوقت هذا صعيب يعني، الناس ما تتعلفش الخروف الا ولا الخروفه ولا النعجه الا تجنت ما تكون فيها ما يتكل. يعني هو الراي ديالو زعما ما يخليش الانسان دا يتعذب، الا كان ضعيف ما يخليهش يتعذب، يذبحو ويعطيه الكلاب ياكلو. وبالنسبه الا كان سمين من الاحسن يدخلوا يبيعوا الكسار والله يتهلا في راسو، يذبحو وياكلو. هذا جواب على بعض التساؤلات الناس اللي تيقول لك زعما الخروف المجنون واش نعلفو واش غيسمان واش هادي. واخا تقيل بدا توكل فيه ما غاديش يسمان. والتذكيره الاخوان هو حنا الناس القدام تيقولوا الا فات الخروف المجنون، الا فات عندك واحد المده ديال 20 يوم ولا شهر يعني تيخلي خوه تيخلف تيطلع خروف اخر عاوتاني مجنون. يعني انت ما تحس بيه ولكن بعد واحد شهر ونص ولا يبدا يطلع عاوتاني خوته، يطلع خرفان مجنون. تحياتي لكم الاخوان، اللهم يسر. نتمنى يعجبكم الفلوق. اخوكم راعي الغنم خلاص متوسط، يحييكم من سوق الخميس تيم حديد بتاريخ 20/10/2022.